هذا وتعتبر هذه الزيارة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى مملكة البحرين لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي هي زيارة تاريخية لتكون بذلك أول رئيس وزراء بريطاني يحضر القمة الخليجية كضيف شرف. وتهدف زيارة رئيسة الوزراء البريطانية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة المتحدة ودول المجلس ككل. زيارة تاريخية في البحرين لتيريزا ماي كأول رئيس وزراء بريطاني يحضر قمة دول مجلس التعاون الخليجي. صدى الزيارة يعكس المكانة الخليجية على الخريطة السياسية للمملكة المتحدة، في حين تؤكد ماي على ضرورة مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وبناء شراكات أقوى في العلاقات الخليجية البريطانية. آفاق التعاون الاقتصادي بين المملكة المتحدة وبلدان مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن تتجاوز 150 مليار دولار، ما يجعل الاستثمارات الخليجية في بريطانيا نقطة ارتكاز أساسية في تعزيز أفق العلاقات الثنائية بين الجانبين في المرحلة المقبلة. زيارة السيدة ماي لحضور قمة التعاون الخليجي لها أهمية على عدة مستويات. أولاً العلاقات الثنائية وحفاظ بريطانيا عليها، وربما عقد اتفاق شراكة تجارية وحرية التجارة المتعاصر مع أوروبا منذ 2008. رقم 2 برأيي هو أن فتح الأسواق الخليجية أمام الخبرة البريطانية أكثر من السابق، وخصوصا السوق السعودية. وجاءت دعوة رئيسة وزراء بريطانيا إلى البحرين من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لحضور القمة الخليجية كضيفة شرف، وذلك خلال زيارة جلالته الأخيرة إلى العاصمة البريطانية لاستمرار قوة الشراكة والصداقة بين البلدين. زيارة رئيسة وزراء بريطانيا إلى البحرين تأتي كبوابة استراتيجية للخليج تعزز العلاقات الخليجية البريطانية، خاصة بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. عبد جمال، تلفزيون مملكة البحرين، لندن.